بكل وضوح أنها ملتزمة بمسار العدالة الانتقالية باستمراريته، ملتزمة بالفصل 148 من الدستور، وملتزمة بمرافقة هيئة الحقيقة والكرامة في إنجاز مهامها واستكمال مهامها، ومن جهتها في مرافقتها في أعمال وإجراءات التسليم والتسلم. تعرفوا في نهاية عهدة ثم إجراءات تسليم وتسلم تأخذ العديد من الأشهر، وهذه التواصل مع هذا التواصل مع رئاسة الحكومة احنا في الهيئة سجلوه بكل ارتياح، لأنه يعني كل ما قيل حول ابطال أعمال الهيئة وإجهاض أعمال الهيئة هذا الكل يعني ما فماش منه، ما فماش إرادة من رئاسة الحكومة التونسية أنها تقوم بمثل هذا الأعمال. ومن باب المسؤولية عملنا جلسات معهم وأخرج البلاغ المشترك اللي جاء بنيديكم الكل. أنا ما نجيش نطول برشا عليكم، باش نعطيكم انتوما الكلمة باش تسألوا، ثم إيضاحات كان تحبوا عليها. احنا موجودين لهنا الأعضاء مجلس الهيئة وفما الآخرين باش يلحقوا بينا، لأنه كنا كما قلت لكم في مجلس مع لجنة القيادة. إذا باش نفتح مباشرة الباب للأسئلة ونطلب مدام ليلى كان تشوف شكون يعاونك في توزيع الكلمة. التاريخ والتمديد، رئاسة الحكومة ليس لها صلاحية التمديد، وعنده حق سي مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية أنه يقول ما ثماش تمديد، خاطر مش هو اللي يمدد وما عندوش صفة التمديد، وهو يقول لك مش خدمتي أنا التمديد، وعنده حق في ذلك. تاريخ 31 ماي صحيح تذكر، لكن تذكر في إطار كما قولوا احنا سوء تفاهم. نسب إلى زميلنا خالد كريشي أنه قال أنه وزير العلاقة مع الهيئات قال اللي احنا باش نكملوا خدمتنا 31 ديسمبر، وهو ما قالش. لا سي مهدي بن غربية قال ولا سي خالد كريشي قال، لكن ممكن تعرفوا كيفاش ساعات نعملوا يعني كشكوشة ونعملوا بها حكاية وهي ما فماش أصل منها. اللي قالوا سي خالد كريشي زميلنا وتو شوية آخر يلتحق بينا خاطر عنده جلسة تحكيمية توا فوق، قال أنه الهيئة من جهتها ملتزمة بقرارها الدستوري والقانوني، هذية ما فيش تغيير، احنا ما زلنا ملتزمين بقرارنا. وإلى حد الآن لا شيء يفيد أنه ثم قرار مخالف، بل بالعكس ثم قرار متاع المحكمة الإدارية، عندي بين يدي نجم نعطيكم نسخة منه كان تحبوا، يقول صريح العبارة التمديد من صلاحية الهيئة. ما يسالش مدام، خليني نكمل لك بعد نرجع لك الكلمة، كان ماكش مقتنعة أن نجاوبك من بعد. شوف مجرد أن يقول من صلاحية الهيئة التمديد راهو كل كلمة عندها بلاصتها، ما فهمنيش مش باش يكون صلاحية يقاسموها زوز، أما من صلاحيتها ولا مش من صلاحيتها، ما تنجمش تكون بين البنين، هي من صلاحية الهيئة والنص صريح خلف هذا ودونه. المراسلة اللي جات لرئيس الحكومة واللي في رسالته للهيئة بتاريخ 21 ماي يحكي عليها رئيس الحكومة، هذه الرسالة دي ايش تقول؟ تحكي على قرار؟ ما تحكيش على قرار. تحكي على 31 ماي؟ ما تحكيش على 31 ماي. كلمة قرار في المراسلة هذه او شوفوها بتاع رئيس البرلمان تذكر مرة واحدة لنعت اعمال الهيئة، قول قرار الهيئة وبقيتها ما عادش ثم حاجة اسمها قرار، ويقول فقط أنه قرار الهيئة الذي عرض على التصويت لم يحظى بالموافقة، هذا شي يقول. دونك ما ثماش حاجة قانونيا نجم نستند عليها باش نقولوا البرلمان أصدر قرار بتوقيف أعمال الهيئة، هذا ما ثماش. نهار اللي يجيبوه احنا مستعدين نتعاملوا معه ونشوفوه.
الى الان مثلا ما كان قرار اللي هو قرار الهيئه، لكن رئيس الحكومه احنا عمرنا ولا قلنا رئيس الحكومه والهيئه فرد موقف، ماناش فرد موقف، لكن عندنا اتفاق وذكرته وهم باش نرجع له. شو يقول رئيس الحكومه؟ خاطر الهيئه عندها سلطه ترتيبيه وتحيل للرئيس الحكومه من اجل النشر في الرائد الرسمي قراراتها. هذا قرار عدد 10 اعطاته للنشر. رئيس الحكومه يجاوبنا في المراسله تاع 21 مي يقول يتعذر علينا نشر هذه المراسله، هذا القرار يتعذر علينا نشر القرار. علاش؟ على خاطر راي وصلتنا مراسله من عند رئيس الحكومه، رئيس البرلمان، رئيس مجلس النواب الشعب، مفادها انه قراركم لم يحظى بالتصويت بالموافقه، لم يحظى بالموافقه في الجلسه العامه اللي كلكم تعرفوا ملابساتها، كلكم تعرفوا اللي هي محل طعون في داخل البرلمان من الاغلبيه البرلمانيه، وتعرفوا الكل اللي ثم اجراءات في المحكمه الاداريه وفي المحكمه نتاع اسمها هذيك مراقبه الوقتيه نتاع مراقبه الدستوريه القوانين، دونك ثم طعون جاريه ومازال ما صارش البت فيها. في الاثناء في غياب ذلك بالنسبه لينا ثم الا قرار من مجلس نواب الشعب، ثم الا قرار هاوش فما به. الحكومه هي المؤسسه التنفيذيه نتاع الدوله التونسيه، جاتها مراسله تطلب منها اخذ اجراءات بعلاقه بهذا التصويت دون ذكر كلمه قرار. بالطبع هما من دورهم وذي معناه واجبهم انه يعلموا لها رانا علمناكم، رانا توصلنا بهذا واحد وطالبين منا كذا. كيفاش باش تترجم هالحاجه اللي ما عندهاش اسم؟ هي ماهيش قرار، هي تصويت، هي شنية؟ كيفاش باش يترجموها؟ اول حاجه علمونا وعملوا جلسه عمل معانا، قالوا لنا احنا مجبورين باش ناخذ بعين الاعتبار طلب رئيس مجلس نواب الشعب، لكن في نفس الوقت احنا كجزء من الدوله وجزء مهم من الدوله احنا رانا ملتزمين بالدستور فصل 148 وملتزمين بتطبيق منظومه العداله الانتقاليه كما جاء في النص نتاع البلاء اللي هو مكتوب ماهوش اشاعه. يقول لك ان الدوله ملتزمه بتطبيق منظومه العداله الانتقاليه في جميع مجالاتها والمده الزمنيه المحدده بالتشريع المتعلق بها. شنو هي المده الزمنيه؟ 4+1. في بدايه عهدتنا كانوا يحكيوا لنا على 5، واحنا ديما نقولوا لا راهي 4+1، يعني الواحد رهين التقدير مدى تقدم اعمالنا. احنا ايش قلنا لهم؟ قلنا لهم احنا رانا في المرحله نتاع انهاء اعمال. انتم ايش تحبوا تعملوا؟ تحبوا توقفوا انهاء الاعمال؟ قالوا يستحيل، احنا ملتزمين بالقانون وملتزمين بمرافقتكم في انهاء اعمالكم. احنا عندنا واجبات تبقى الفصل 70، وش يقول الفصل 70؟ وهذه مكتوبه زاده في البلاغ المشترك. فصل 70 يقول لك ياخو رئيس الحكومه تقرير من عند الهيئه كما تاخذوا رئاسه الجمهوريه ورئاسه مجلس نواب الشعب، وتاخذ التوصيات وتسعى الى تنفيذها. يقول لك انا باش نجم نقوم بخدمتي وننفذ التوصيات يسمى تمدوا لي التقرير. وقتاش باش تمدوه؟ قلنا له احنا توا عملنا معناها اون بروميير موتور لكن مازلنا نخدموا فيه، ما كملناش عملنا، كي نكملوا وتنجيبوه لك. الشيء اللي ناكدوا لك انه باش يصير في الاشهر القادمه. قالوا مبروك جيبوه لنا وقت يحضر. فيما يخص الميزانيه، وانا نجاوب على سؤال الميزانيه، الهيئه صوت لها مجلس نواب الشعب على ميزانيه تاع 5 أشهر، وعملنا اتفاقيه مع وزاره الماليه على اساس انه في حاله التمديد ثم مبلغ، فما ميزانية مرصودة للهيئة لمن تاع 7 أشهر متكاملين باش يتكملوا. اش قالت رئاسة الحكومة؟ قالت فيما يخص تاع 5 أشهر هذاك حقكم وباش تكملوا وتاخذوه، خاطر ما تعرفوا يعطيوا بالشطر ما يعطيوش كله مع بعض. قالوا هذاك باش نكملوهم لكم ما فما حتى إشكال، لكن يتعذر علينا باش نعطيوكم تاع 7 أشهر المتبقية.
ولان فماش اشكال. احنا نجمو خاطر في برنامجنا تاع استكمال اعمالنا اللي هو محدد من 4 سنوات وزدنا في لوحة القيادة الأخيرة اللي عملناها توا عنا أقل من 6 أشهر حددناها، ثم نهاية أعمال، نهاية أعمال فيها أيضا الإدارة تصغر تنقص، الموظفين ينقصوا، احنا 80% من معتمداتنا تمشي للأجور، أهم كتلة في الاعتمادات تمشي للأجور. إذا احنا بطبيعتنا فما برشا ما عادش باش يوليو معنا. عندنا المكاتب الجهوية 31% تتسكر، وذا مش خاطر قالولنا، هذيك برنامجنا القديم احنا معناها من قبل احنا سكرناهم، وبالدليل اللي سكرناهم من قبل هو انه ما تعرفوا المبنى باش تسلموا يلزم 6 أشهر بالمسبق، خاطر احنا كلوا على عام، يعني 6 أشهر بالمسبق وذا مكتوب في الكونترات، علمناهم بانه باش نسلموا لهم المقرات في نهاية ماي. دونك هذا بطبيعتنا احنا سلمنا في المقرات نتاع الجهات، وبالتالي جميع الموظفين في الجهات كلهم اللي ملحقين يرجعوا فين كانوا، واللي هما موظفين كونتراتواتهم تفيد اللي هما باش يكملوا. فيما يخص المبنى الرئيسي، 3 المباني الرئيسية، احنا عندنا معناها رزنامة نتاع تسليم وقاعدين ننفذوا فيها، لكن اعمال الهيئة ما تنتهيش توا، والهيئة ستواصل استكمال أعمالها خاصة فيما يهم مخرجات التقصي، احنا قاعدين نكمل فيها، وعلى إثر مخرجات التقصي باش تكون عنا السجل الموحد للضحايا اللي باش لجنة جبر الضرر باش تنظر فيه وتشوف مدى جبر الضرر للضحايا اللي وقع ضبطها في التقصي، ثم تحال إلى صندوق الكرامة اللي هو باش ينفذ البرنامج الشامل لجبر الضرر اللي هو شبه جاهز، لأنه صدقنا عليه توا عندنا جي 3 أشهر في قراءة أولى، وباش نصادقوا عليه الأسبوع القادم في قراءة ثانية، ونكونوا جزء من أعمالنا استكملناها، والجزء المتبقي باش نواصلوها. أهم شيء اللي باش نواصلوه لآخر يوم من أعمال الهيئة هي إحالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة. وتوا كنا احنا في لجنه القياده اللي قلت لكم فيها ممثل نتاع المجلس الاعلى للقضاء وممثل عن وزاره العدل، قال بصريح العباره ممثل نتاع المجلس الاعلى للقضاء، القضاء سيتواصل في استقبال ملفات الهيئه الى ان تنهي مهامها، واحنا ما عندنا حتى شيء يفيد اللي ثم قرار نتاع انهاء اعمالها بشكل مبتور كيا وبشكل مجهض لاعمال. إذا احنا متواصلين مع القضاة وباش نواصل نعطيو أعمالنا. فيما يخص أعمال نتاع التحكيم والمصالحة، مكلف العام قاعد يتعامل إيجابيا معنا منذ بعض أسابيع، وأحنا بصدد البت في ملفات تحكيمية ستوفر للخزينة العامة أموال مهمة، وهذايا في الأيام القليلة القادمة، وباش نواصل بالطبع النظر في الملفات التحكيمية وفي البت في هالملفات التحكيمية فيما يخص الفساد المالي والاعتداء على المال العام. مخرجات عمل الهيئة الكل، ما حكيتش على كل شيء، باش تتوجد في تقريرنا اللي قاعد يتقدم بالنسق معناها محترم، وباش نكونوا في الأجال في نشر هذا التقرير. نشر هذا التقرير باش ترافقوا ندوة كبيرة في وسطها محور يهم المصالحة، الهيئة في إنهاء أعمالها تسعى إلى المصالحة، وباش تعمل يعني إيفينمون كبير على المصالحة، باش تعمل أيضا هالإيفينمون كبير على الذاكرة. ومن جملة الأعمال اللي رئيس لجنة الذاكرة سي عادل معيزي قاعد يجهز فيها هو مهرجان الفيلم تاع العدالة الانتقالية، يعني باش يكون حدث مهم، باش يكون ايضا محور يهم جبر الضرر للضحايا، شنية معناها كيفاش باش يتواصل بعد الهيئة وشنية التحديات، باش يكون محور على الاصلاحات اصلاح المؤسسات واجراءات عدم التكرار خاصة في مجال المرأة، خاطر عندنا دراسات في هذا الشأن باش نقدموها للعموم، وبالطبع مخرجات التقرير نفسه
اللي باش يوقع عرضه على العموم. ايضا القانون يعطي للهيئه مهمه نشر التقرير بعد ما تعطيه لثلاثه رئاسات، وبالتالي في المده الاخيره من اعمالنا باش يتوزعوا المفوضين على الجهات باش ينشروا هذا التقرير ويمدوه الى المجتمع المدني والمواطنين ولكل من يهم الامر، وباش يوقع معناها تنظيم ندوات في الجهات لنشر هذا التقرير. اذا الخلاصه، الهيئه باش تواصل اعمالها، صحيح الرئاسة الحكومه علمتنا برغبه رئيس مجلس نواب الشعب انه ينهي اعمالنا، لكن هو قال انا ساقوم بالاجراءات وفق مقتضيات القانون. اذا هو دخلها في اجراءات كما حطيناها في النص، اجراءات سمحني اعمال ختاميه للهيئه سترافقنا فيها رئاسة الحكومه، واجراءات التسليم والتسلم. هذا الكل باش يصير في المده المتبقيه القادمه، وما ثماش حاجه اسمها 31 ماي باش تسكر الهيئة، ما ثماش من هذه لا في نيه الحكومه وعلى معناها اكثر وكثرين في نيه هيئه الحقيقه والكرامه. نحب نقول انه المجتمع المدني هو اليوم طرف فاعل واساسي في استكمال المسار، في انجاح المسار. الهيئه قاعده تواصل في احاله الملفات على الدور القضائي المتخصصه، والبارح احلنا زوز ملفات، واحد الى تونس وواحد الى نابل اخر. نهار الاثنين عندنا ثلاثه ملفات باش تمشي زاده للدوائر الاخرى، وتعرفوا الكل اللي يوم 29 فما اول قضيه باش يوقع معناها يعني باش تعالجها الدائره المتخصصه نتاع جابس، وباش يكون حدث في تاريخ تونس لاول مره يعني المسار هذايا يعني يتقدم بثبات، وجميع الاطراف المتدخله ان كانت هيئه الحقيقه والكرامه او الجهات الحكوميه كما وزاره العدل او الجهات القضائيه كما المجلس الاعلى للقضاء والقضاة الكل او حتى وزاره العدل راهي متعامله معنا وما عندناش اشكاليات معاها، ورئاسه الحكومه كما قلتها ما عندناش اشكاليات، ما عندنا حتى حرب مع حتى حد. الهيئه جزء من مؤسسات الدوله وما ثم لا منتصر ولا خاسر في عمليه، كلنا رابحين، الدوله التونسيه رابحه في انجاح المسار، والدوله التونسيه عندها بما يكفي من المسؤوليه في لانجاح هذا المسار. اذا كان ثم اسئله اخرين نعطيكم الكلمه. مثالش نبدا بالنهائيه هذه ونكمل لكم من بعد. شوف سيدي، اجراءات التسليم والتسلم بالنسبه للهيئه اللي تراسها سي بودربيل دامت سنه ونصف. دونك اجراءات التسليم والتسلم راه مش سهل، حتى نهار اللي تسكر الباب وتمد التقرير ثم اجراءات تجي بعد، مثلا ثم اجراءات نتاع قوائم ماليه، نهار اللي توقف، نهار اللي انت وقفت كل شيء وسكرت كل شيء، تبدا اعمال نتاع اسمه الكوميسير كونت، يلزمو يعملك صرفت ويقدم القوائم وتتحضروا فيها خدمه. ثم اسمهم الممتلكات يلزمها يصير حصرها، باسكو انا نجم نحصرها شهر قبل ونهار اللي وقفت لازم تعاود تتحسب. دونك لازم يصير جرد لكل الممتلكات وتسليمها. ثم التقرير بيدو يلزم، ثم الارشيف لازم يتسلم الى اخره. راهي اجراءات التسليم والتسلم تنجم تدو، احنا ما عندناش رغبه باش نطولوها باش تبدا الامور واضحه. احنا خذينا على عاتقنا العهد انه استكمال اعمالنا توفى كلها في ديسمبر، وانه ثم اجراءات تسليم وتسلم تبدا حتى من شهر جوان، لكن ثم اجراءات اخرى تتواصل ما بعد جانفي، لكن ماشي باش دوم برشا بعد جانفي. ثم كما فسرت لك اموا الجوانب اللي تهم القوائم الماليه نتاع الممتلكات والزارشيف كل هذيك تطلب على القليله ثلاثة اشهر بعد ما احنا نسلموا كل شيء، لكن ثم اجراءات تسليم وتسلم تبدا من غدوه. احنا الجمعه هذه عملنا اتفاقيه مع وزاره العدل في اجراءات تسليم وتسلم. الجمعه هذه ديجا وهي حضرناها عندنا قبل، ما عندهاش علاقه بالعركه اللي حبوا يفتعلوها هذه معنا. اذا معناها
احنا نسعى باش تكون اقل طول ممكن. هذا هو تعهد الهيئة، وهذا هذه الرسالة اللي اعطيناها لرئاسة الحكومة وقبلت بها رئاسة الحكومة، خاطر هي تفهم اش معناها اجراءات تسليم وتسلم. هذه من ناحية. من ناحية الميزانية، احنا اش قلنا لرئاسة الحكومة؟ مش مشكلة كيف ناخذ احنا ميزانية تبيع نتاع الخمسة اشهر، بما انه عندنا جزء كبير من الموظفين باش يوقع انهاء عقودهم بالعقود، هي منتهيه كل واحد في وقتاش باش يوفى، ثم يوفى في ماي وفما يوفى في جوان، وفما لكن جزء الاوفر ممكن يوفى في جوان وفي جويليا يعني، لكن باش يتقاول بعض باش يواصلوا الاعمال هذه نتاع الختاميه. احنا باش نعملوا كل ما في وسعنا باش الميزانيه نتاع الخمسه اشهر هذيك باش تززينا الى نهايه السنه. دونك احنا ماناش باش نخليو موظفينا بلا شهر اللي عمرنا ما نعملوها، وباذن الله الميزانيه اللي بين ايدينا باش نتقسطوا بها اكثر ما نجمو باش نوصلوا تززينا نكملوا خدمتنا بدون طلب اعتمادات اضافيه. هنا رئاسه الحكومه كانت صريحه، قالت راني مانيش باش نعطيكم زايد. قلنا لهم اوكي احنا مش مشكلة، ما تعطينيش زايد، ما تعطينا اكل صار التصويت عليه نكملوا به هذاك، وان شاء الله بقدرة ربي نكملوا. فيما يخص الارشيف، الفصل 68 الفصل 68 يقول تختم اعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة لها قانونا اللي هي كما قلت لكم 4+1، وتسلم كل وثائقها ومستنداتها الى الارشيف الوطني. شكون يسلم؟ الهيئه تسلم. الارشيف الوطني بالقانون مش هو يجي يدق الباب يقول برابي اعطيني الارشيف، ما تصيرش هكاك. احنا نسلم نكملوا خدمتنا نجردوا اللي عندنا الكل ونعملوا اجراءات تسليم وتسلم. هالاجراءات ايش فيها؟ فيها من جمله ما فيها زيارات للارشيف الوطني اللي احنا ديجا طلبنا بها للتثبت مدى تأقلم، خاطر احنا اغلب ارشيفاتنا راهي رقميه، الاغلبيه الساحقه نتاع ارشيفاتنا رقميه ماهيش ورقي، الورقي قليل برشا، باش نشوفوا مدى تطابق المنظومه الاعلاميه نتاعنا مع منظومه الارشيف الوطني اللي هي احنا سبق اللي تعاملنا معه ولقيناها غير متطابقه، نتاعنا متطوره برشا ومتاعهم تستحق التاهيل. احنا باش نبعث لهم وفد باش يتفاوض معاهم ويتناقش معاهم حول موضوع جعلها متطابقه نتاعنا مع نتاعنا، باش نجم كيف ندو هنا يتصبطون عندهم. احنا قايمين بالاجراءات اللي في النهايه باش نشوف، لكن مشي تو باش نسلم واحد تو، باش نقوم بالاجراءات التحضيريه للتسليم اول حاجه. ثاني حاجه، مدير الارشيف لم يبعث حتى مراسله لنا، ونعرف اللي هو يعرف شويه القانون ما عندوش باش يبعث لنا حتى مراسل، ما عندوش باش. فما فقط رئاسه الحكومه اثارت في رساله تاعها انه اعطيونا سياستكم في موضوع تسليم الارشيف، واحنا تو قاعدين نحظوا في رد لهم، طلبوا منا انه ردودها في ما يخص مختلف مسائل منها موضوع الملحقين الى اخره، كيفاش رزنامه التسليم شنية، واحنا قاعدين نحضروا فيها وباش نجاوبوهم انه تو ارشيفنا حاجتنا بيه لازمنا نكملوا في خدمتنا. كيف نكملوا؟ باش نعملوا وفي الاثناء نبداو في اجراءات التطابق مع المنظومات الاعلاميه، ثم كيف نخلطوا النهار اللي باش يصير التسليم نكونوا هيئنا جميع الشروط لهالتسليم هذا اللي باش يصير. تبقى ثم اسئله تتعلق بموضوع تسجيلات الضحايا، ثم ضحايا اتصلوا بنا قالوا لنا احنا ما نحبوش يعني تسجيلاتنا السمعيه بصريه تتعطى للارشيف الوطني، وذا من حقهم، خاطر احنا وقت اللي سجلناهم سمعي بصري صححنا معاهم ورقه اللي هما ياذنوا لنا بتسجيلهم، لنا قريبا ان شاء الله لقاء معاهم بالطبع مع منظمات والجمعيات اللي ينتميوا ليها، نجموش نجيبوهم الكل على غالب، وسنتناول هالجوانب هذه من اعمالنا. يظهر لي هذوما الاسئله اللي انا سمعتهم، كان ثم اسئله
ما جاوبتش عليها قولوا لي. فماش شكون اخر طالب الكلمه؟